اللي وقع اخويا هو جات واحد الجمعيه الدوار، عندنا دوار جديد حنا ساكنين في دوار جديد، معاهم المقدم وقالوا لينا وديك الجمعيه اللي دوات قالوا لينا حنا كنعاونوا المقاولات الصغرى، يعني اللي عنده شي حرفه يتقيد، ما تكونش الناس تقيدوا على اساس انه اللي عند اللي كتخيط اللي كدير المنجلك اللي كدير اي مهنه قال لك تقيد ماشي مشكل. نوض الناس ملي تقيدوا ولينا تنسمعوا حقا تحيتي من لاكيس، يعني اللي مقيده مع راجل حيد شطبوها من لاكيس، واللي عنده لاكيس زادوا لاكيس اخر. نضنا حنا مشينا للمقاطعه درنا عدم الشغل والتزامات دفعناهم ليهم باساس انهم غادي يعطيونا التشطيب باش ندفعوا لاكيس ونرجعوا ثاني كما كنا مع رجالتنا، وما نخلصوش هاد لاكيس اللي داروا لينا جديد، ما عرفناش حنا واش لاكيس ولا لامون والله اعلم. ملي كندفعوا ما تيدوي معنا حد، ما تيستجب لينا حد، كما كتشوف انت الناس راه مشاو شارين هنايا ما كيتسوقوش لك. هنا ديري البارير من الداخل، كاين اللي خدا التشطيب وكاين اللي ما خداش، كاين اللي عام هو دافع الدوسي وما تيتسوقوش ليه. ناضوا داروا على عباد الله قيدوهم نصبوا عليهم دخلوهم صح كذوب، حيت راه ما يعقلش واحد غادي يقول لك راه غادي ندخلك لاكيس وغنضرب لك مع راجلك ولا غنديك لاكيس اخر، لا غنديك لاكيس اخر وغادي تقيد نتايا، راه مستحيل. دخلوا بالكذوب، هما راه عصابه شي ثلاثه رجاله ومعاهم امراه دايره مضاضر، عباش الناس الا قالوا ليهم شي واحدين شي جمعيه راه حنا كنديروا راه ما تقيدوش، راه غير كيكذبوا عليكم وينصبوا عليكم وتشوجروا. راه كاين دوار حربي لدوار جديد بالفيديو المهم كازا كامله مرونين واحد الجمعيه كيكذبوا على عباد الله، هما راه كيقيدوهم في لاكيس باش يديروا لهم لاكيس اخر ويخرجوهم من لاكيس ديالهم. وهادشي اللي نقول اخويا حسبي الله ونعم الوكيل. هاد الناس ما بغاوش يديروا معنا حل، هاد الناس بالله عندنا واحد المرض، الا انا بالله عندي مرض مزمن، جاو عندنا قالوا لنا حقا غادي ندير لكم واحد المهنه باش غتوليو خدامين عندكم بطاقه، فين ما مشيتو ما تبقاوش واقفين على باب الشركات وداك الشيء، راه سيدنا مصيفط لكم واحد الورقه، مني جدينا ديك الورقه ما سينينا حنا حتى شي ما خدينا حتى شي ورقه، غير هما عمرو داك الشيء وجاو داروا خدمتهم، داروا لنا التشطيب من لاكيس. اش كديروا؟ قلت لي انايا انا من قديم، قلت لها من شحال هذا، دابا انا راني مريضه، يعني من شحال هذا كنت كندير واحد الخدمه كنت كندير في العروبيه المناجج بحال هكا، وهي تقول لي حتى المناجج مهنه عمرت صافي. قالت لي من وقت؟ قلت لها 2025. بركت كتضحك، قالت لي اش غنعمر؟ قلت لها صافي ولدي صغير كيبرزط فيا، قلت لها عمري اللي بغيتي، دابا انا قلت لك شنو كنت كندير؟ صافي وعمرت دارت لي التشطيب في لاكيس. من مشيت لاكيس دفعت الدوسي الاول فيه 12000 ريال، الدوسي الثاني فيه 24000 ريال، ونهار 27 عندي 27 عندي 2 مليون و120. ملي جينا هنايا قال لك هنا ما كاين حتى واحد معاه منتظر، كاينه السيكيريتي، دابا ديري لينا بارات هنايا. رجالتنا ما سايقينش الخبر على هادشي، كاين اللي راجله قال لها سيري لداركم، كاين اللي راجله زرق لها عينه جايه هنا عينه زرقاء، يعني هادشي ماشي معقول. ما حنا واش بنادم كيساعد المواطن ولا كيعاود يدمر المواطن؟ هادشي راه ماشي معقول، هادشي راه ظلم هادشي ونصب بلا داك. المرا شدت مشات لاكيس لقات ما كاين عندها غير مقيدين ليها. الناس كيدقوا راسهم والناس كيدقوا صور، يعني راه هادشي راه ماشي معقول، راه عباد الله كلشي هادشي اللي بان كله غادي كله بالله مضرور. قيدوهم خدامين التقليديه كيما شفتي مباشره، هادشي ما كانش في الحسبان. انا كرئيس لجنه العلاقات الخارجيه والشراكه والتعاون في الغرفه كان عندنا واحد الاجتماع ديال اللجنه اليوم، واذا بينا كانت تحتاجوا لداخل بغينا نخرجوا، كانت صعوبه ديال الخروج. كاين هنا واحد الناس كيحتجوا، واحد الناس اللي كيحتجوا على التسجيل ديالهم في السجل الوطني. هاد صراحه كان عندنا حنا غادي ندوي هذا الموضوع باختصار، كان عندنا راي في هذا الموضوع ديال التسجيل انه يكون وفق معايير. الا كان عندنا واحد لوبجيكتيف نوصلوا ليه فهو ان اوبجيكتيف يكون وفق معايير، ماشي غير اللي جا نسجلوه. انا بحسب التصريحات ديال هاد الناس تيقول لك حنا جاو سجلونا بواحد الطريقه بدون ما يشرحوا لنا العواقب، وهذا ما غنظنش صاحب الجلاله ما غيبغيش هادشي. فعلا بغينا التغطيه الصحيه الاجباريه لغير الاجراء، ولكن ما تكونش غير الكم، خصها تكون الكميه، ماشي الكميه، يكون الكيفيه. وهانتوما كما شفتوا الناس اللي عندهم تحبس لهم العمليات ديالهم، لان اوتوماتيكمون ملي كتسجل في السجل الوطني الا كان عندك لا سي ان اس اس
ولا مورا كتحيد اوتوماتيكمون، يعني كتولي يعني الناس ولات كتخلص ربما ماشي في المقدور ديالها. فعلا كاين هنا مشاكل اللي خصها تتحل، وانا كعضو منتخب اللي الدور ديالي من ادوار ديالي انني ندافع على المهنيين، خاصي يتحل يدار حل هاد المهنيين.